نذرت جدتي أن تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرا خالصا لله، إن تحققت أمانيها. وبعد أن تحققت صامت كما نذرت إلى أن بلغت سنا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمها الاستمرار أم تكفر وتعفى من هذا النذر؟ صيام رجب مكروه، إفراد رجب بالصيام مكروه. نعم، هذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهر رجب نذرت نذرا مكروها، وإذا نذر الإنسان شيئا مكروها فإنه لا يفعله، الأولى أن لا يفعله وأن يكفر كفارة يمين، الله تعالى أعلم. فهي تكفر كفارة يمين لأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، لكل مسكين صاع نصف صاع من الطعام أو ثوب يجزيه في صلاته. فإن لم تقدر على واحدة من الثلاث الخصال المذكورة فإنها تصوم 3 أيام، هذا هو الأحسن لها ولا تفعل هذا الندم. بارك الله فيكم.